النهارده معانا موضوع تاني بنتكلم فيه عن في حلقتنا النهارده عن موضوع دائما بنردد مقوله الجار اولى بالشفعه. فالنهارده معانا ضيفنا المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بحضرتك سياده المستشار، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك. الحقيقه احنا عايزين نتكلم عن هذا الموضوع، يعني دائما بيردد مقوله الجار اولى بالشفعه. عايزين نفهم من حضرتك، خاصة أن ساحات المحاكم شهدت العديد من القضايا المتعلقة بهذه النقطة بالتحديد، فعايز أفهم من حضرتك يعني إيه الشفعة والإجراءات؟ عايزين نفضح بس المشاهد يعني إيه الشفعة الأول؟ الشفعة وفقا للقانون المدني هي رخصة بتجيز عند بيع العقار الحلول، تجيز للشفيع الحلول محل المشتري وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون. خدت البلد ده تعريف الشفعة في القانون المدني. تمام. طب ايه الهدف من هذه الشفعة؟ الهدف او الغاية او الحكمة من الشفعة، الحكمة من الشفعة منع تقسيم او تجزئة العقارات او القطع الارض الكبيرة الى قطع صغيرة وبيعها لغير الملاك او الشركاء على الشيوع. طب يعني بنفترض ان في قطعة ارض او عقار مملوك لشخص ما، وهذا الشخص عايز يبيع قطعة الأرض لواحد غير جاره أو غير شريك على الشيوع. هيضر الشريك على الشيوع أو هيضر جاره المالك. وبالتالي لما جاره المالك أو الشريك على الشيوع بياخد القطعة دي أو العقار ده هو بالشفعة، بيلم شتات الملك بتاعه وبيحتفظ بالعقار ككل، وبالتالي لا يتضرر من تجزئة العقار أو تقسيمه. تمام. في ناس مش فاهمة يعني إيه الشفعة، هل لازم يكون في شروط محددة تتوفر ولا إيه ولا إيه المطلوب طبعًا بالتحديد؟ الشفعة لها شروط. أولا يفترض لها شرطين. الشرط الأول أن يكون في عقد بيع. الشرط الثاني وجود شفيع. بالنسبة لعقد البيع، عقد البيع الشفعة لا تنصب او لا يعني الشفعة ما يعني ما بتجيش الا العقارات في بيع العقار. وبالتالي يفترض ان في عقار اتباع وبالتالي او قطعة ارض اتباعت عشان ناخد بالشفعة. وبالتالي الشفعة لا يعني ما تجيش على المنقول، لا ترد على المنقول. المنقول بيرد عليه حاجة اسمها دعوة الاسترداد. اما الشفعة لا ترد الا على الا في حالة بيع العقار او قطعة الارض. طبعا اي تصرف تاني غير عقد البيع لا تجوز فيه الشفعة. التصرفات التانية اللي هي مشابهة لعقد البيع ممكن الميراث، حق الالتصاق، الوصية، الهبة، كل دي الامور ديت لا يجوز الشفعه فيها. عشان دي ما تعتبرش عقد بيع. خدت بال حضرتك؟ تمام. الامر الثاني من شروط الشفعه ان يكون في شفيع. ما ينفعش شفيع اللي هو هيشفع او هياخد قطعه الارض او هياخد العقار بالشفعه. احنا عايزين بس نوضح للمشاهد اكثر يعني. تمام. عشان انا الموضوع ده بالنسبه لي انا عايز افهمه اكتر. تمام. لان برضو كثير ما يعرفش هذه النقاط بالتحديد. فاحنا عايزين نوضح للمشاهد. هنفترض ان حضرتك عندك عقار. ماشي. عندك عقار وفي جنبيك ليك جار. ماشي. العقار ده انت عايز تبيعه لشخص ما. تمام. لشخص ما. ماشي. وليك جار والجار ده عايز ياخده. الجار ده بيسمى الشفيع. تمام. والعقار العقار اللي انت عايز تبيعه لواحد غريب ده العقار المشفوع فيه. خدت بال حضرتك؟ تمام. ماشي. دلوقتي الجار ده هو ليه الحق ان ياخذ بالشفعه. ليه الحق ان ياخذ بالشفعه. يعني في حاله اي شخص هيبيع عقار وله جار لازم يبلغه الاول هل هو له هيشتري العقار منه ولا لا؟ لا مش يبلغه، هيبقى هو بنفترض انك صاحب العقار بعت العقار ده لمشتري اخر. لمشتري راجل غريب. تمام. المفترض قانونا انت كبايع والمشتري بتعمله انذار رسمي على يد محضر للشفيع اللي هو جارك. الانذار ده لازم يشتمل على عده بيانات. اولا ان يجب ان يتضمن هذا الانذار الرسمي على يد محضر البيان كافي للعقار المراد الشفعه فيه. تمام. وتحديده وتحديد مساحته وحدوده.
كل هذه الأمور يجب أن تنصب في هذا الإنذار. نمرة اثنين، لازم تذكر في الإنذار برضو اللي هيوجه من البائع اللي هو حضرتك أو المشتري منك للشفيع، يجب أن يتم تحديد الثمن الحقيقي اللي تم به البيع والمواصفات الرسمية وشروط البيع وموطن حضرتك وموطن المشتري والمهنة بتاعت حضرتك ومهنة المشتري. ده الإنذار اللي المفروض بتوجهه كبائع أو كمشتري للشفيع. الإنذار ده هو لو ما تحددتش البيانات اللي قلت لحضرتك عليها هيكون باطل، هيكون باطل، هيبطل. تمام. ده إنذار رسمي. إنذار رسمي لازم يتضمن أو يكون شامل لكافة البيانات المتعلقة بهذا العقار. زي ما قلت لحضرتك، أنا عايز أفهم برضه من حضرتك الهدف من هذا الإنذار. ما أنا بعت خلاص العقار، ليه أعمل إنذار على يد محضر لجار يعني؟ تمام. أنت بعت، أنا بعت خلاص يعني، ولكن ما هو أنت الإنذار ده الغاية من الإنذار. الإنذار أنت بتبلغه إن أنا بعت العقار ده. الإنذار ده لو عد عليه المفروض الشفيع الإنذار ده هيوصل له النهارده مثلا. المفترض يرد أو يبدي رغبته في الأخذ هذا العقار بالشفعة في خلال 15 يوم. لو عدت ال 15 يوم، عدت ال 15 يوم من تاريخ الإنذار اللي حضرتك وجهته لي أنت أو المشتري، عدت ال 15 يوم من غير ما يبدي رغبته في إن ياخذ العقار ده بالشفعة، خلاص سقط حقه في الشفعة. سقط حقه في الشفعة؟ تمام. وبالتالي الإنذار ده الغاية منه إنك تأمن البيعة بتاعتك. ما أنت لو ما عملتش الإنذار ده هو ممكن يفضل متربص إن يقعد العقار. ما أنت ما بلغتوش رسمي. وبالتالي الأمور بالنسبة له لسه يعني في أي وقت ممكن ياخد بالشفعة طالما أنت ما عملتوش الإنذار. في أي الإنذار ده هيقفل له الموضوع ده. الإنذار ده أنت وجهته له النهاردة، عد عليه 15 يوم، خلاص سقط حقه في الشفعة. وبالتالي لازم برضو زي ما قلت لحضرتك لازم يكون إنذار رسمي على يد محضر وفيه البيانات اللي أنا قلت لحضرتك. حضرتك بتتكلم إن لا، في أي وقت من الممكن النجار يطعن على حالة البيع. تمام. في حالة لم يتم إنذار. تمام. يعني لو الشخص باع العقار بتاعه وعد على بيع العقار مثلا مدة معينة كسنة. تمام. أو سنتين. طيب. هل يحق أيضا للجار أن هو يطعن؟ بص حضرتك، يطعن على هذا. على البيع. بص، مسقطات الشفعة. مسقطات الشفعة يعني الشفعة لها وقت أو لها مواعيد. لو الشفيع ما طلبش فيها الشفعة بيسقط حقه في الشفعة. أول حاجة إنك تعمل له الإنذار. الإنذار الرسمي على يد محضر إن العقار ده اتباع بمبلغ كذا، العقار اللي كان في الحتة الفلانية ومساحته كذا وحدوده كذا اتباع بمبلغ كذا لفلان الفلاني المشتري. عملت له الإنذار. أنا بتكلم في حالة عدم إنذاره. هقول لحضرتك عملت له الإنذار وعد 15 يوم وما عملش، ما أعلنش الرغبة أو ما أبداش رغبته في أخذ العقار بالشفعة. بيسقط حقه. الامر الثاني انك ما تعملوش انذار. انك ما تعملوش انذار، والمشتري يسجل بعد ما يشتري منك، يسجل العقد بتاعه. سجل العقد بتاعه ومضى على التسجيل 4 شهور، وبرضه الشفيع اللي هو المفترض الشخص اللي عايز ياخد بالشفعه ما ابداش رغبته او ما طلبش الاخذ بالشفعه ومضى على تسجيل العقد في الشهر العقاري اكثر من 4 شهور. يعني النهارده العقد خلص، النهارده سجلته او المشتري سجل عقده ومضى على التسجيل ده 4 شهور، خلاص وسقط حق الشفيع في الاخذ بالشفعه. طيب لا حضرتك، لا انت، لا يعني انت او المشتري ما عملش انذار والمشتري ما سجلش العقد بتاعه، يبقى حالتين كده، لا عملته انذار ولا سجلته العقد ومضى على عقد البيع أزيد من 15 سنة. هنا برضو سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لمرور أكثر من 15 سنة اللي هو تقادم حق الشفعة. يعني في حالة التسجيل بيبقى 4 شهور. 4 شهور من في حالة عدم من التسجيل 15 سنة. في حالة إنك تعمل له إنذار أو عد على الإنذار ده 15 يوم. خلاص وما استخدمش حق الشفعة أو ما طلبش الأخذ بالشفعة، خلاص يبقى سقط حقه. يبقى هنا 3 حالات. طب الإنذار، التسجيل مضي 4 شهور من التسجيل، مضي 15 سنة من تاريخ عقد البيع. طب أنا عندي برضو سؤال في هذه النقطة بالتحديد. تمام. أنا جار وفوجئت بأن جاري باع العقار بتاعه وأنا دون أن أعلم، وفوجئت أن واحد تاني هو اللي جاي يسكن في قلب العقار، وحتى تم التسجيل في الشهر العقاري كمان. تمام. أعمل أنا إيه؟ ما خلاص انا حقوقي كده، انا العقار ده انت العقار ده جنبيك جنبي، وانا لا اعلم ان. تمام. هو تم بيعه. تمام. وجاري باعه
دون علمي او دون ابلاغي باي محاضر. تمام. انا اعمل ايه في الحاله دي؟ وكمان الوضع القانوني عدى الراجل مسجله وعدى 4 شهور. لا لحظه بس. اولا المفترض يعمل لك انذار. ما عملش انذار. احيانا يا استاذ بدر بيتم البيع غيابي يعني مع بعض، يعني مش شرط ان هو يبلغ جاره، بيقابل ويقعد ويخلص عقد البيع وخلاص، ده بقى العقار بتاعك دون ان انا ابلغ جاري باي شيء. تمام. طالما ما عملكش انذار مواعيد الشفعه مفتوحه بالنسبه لك. طالما ما عملكش انذار مواعيد الشفعه، ما الانذار ده بيقفل المواعيد. ما عملش انذار وراح باع، وانت دريت من شخص، من شخص ما، من اي شخص عرفت ان العقار ده اتباع، بتعمل له انذار رسمي انك ترغب في اخذ هذا العقار بالشفعه. الانذار بتوجهه لكل من البائع والمشتري. حتى لو تم تسجيله في الشرع العقاري. لا، لو ما انا عايز اسال في الحته دي بالتحديد. ما انا هقول لحضرتك، لو العقار اتسجل في الشرع العقاري ومضى على التسجيل 4 شهور، خلاص تحقق. حتى لو انا ما اعرفش، عشان بيفترض، لا بيفترض ان العقار ده اتسجل في الشرع العقاري، بيفترض العلم انك الغايه من تسجيل العقود اشهار هذه العقود، بيفترض انك علمت ان هذا العقار الاتباع. لا، ما ده بالنسبه للوضع الجديد القادم، ان هيبقى بعد كده اي عقار لا يتم الاعلان عنه في الصحف، وده اللي قرره وزير العدل. تمام. عشان يبقى لو في طعن على العقار. تمام. او طعن على المنشاه بيتم بعد ذلك. ده القرار الجديد اللي طالع، اللي هيتم العمل منه من مارس القادم ان شاء الله. مارس القادم ان شاء الله، من شهر 3. انا عايز افهم من حضرتك ازاي القانون بيتصدى. تمام. للالاعيب، يعني احيانا في البعض بيلجا الى لعيب زي عقارب الجيران في خصوص اسقاط حق الاخذ بالشفعه. انا القانون تصدر هذا الموضوع ازاي؟ ازاي يعني ممكن انا زي ما حضرتك من ضمن الالعاب يعني موانع الاخذ بالشفعه؟ تمام. هو هناك بعض البيوع، لا يجوز الاخذ فيها بالشفعه. يعني زي؟ مش كل عقد بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعه. البيوع دي، اولا البيع الذي يتم بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون. تمام. أمثلة البيوع ده هي عقار محجوز عليه إداريا استيفاء لدين الضرائب، هذا العقار لا يجوز الأخذ فيه في الشفعة. العقار المفلس لا يجوز الأخذ فيه في الشفعة. العقارات المملوكة للدولة وبتعمل فيها مزاد لبيع هذه العقارات برضو لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة. وبالتالي ده أول حاجة. الأمر الثاني، البيع الذي يتم بين الأصول والفروع، بين الأصول والفروع، وبين الزوجة وزوجها، وبين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وبين الأسهار حتى الدرجة الثانية. بمعنى أنت عندك عقار، وبيعته لأخوك أو لوالدك أو لزوجتك أو لابنك، لا يجوز للجار أنه يأخذ بالشفعة. في اعتبارات شخصية. طالما من الأسرة. الأقارب حتى الدرجة الرابعة. تبيع لوالدك، لوالدتك، لأخوك، لابنك، لزوجتك، لابن عمك، الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والأسهار صهرك حتى الدرجة الثانية. أي بيوع من هذا المنطلق لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة. تمام؟ تمام. طيب الأمر الثالث من البيوع التي لا يجوز فيها الأخذ طلب الشفعة فيها، عقار اتباع لجعله دار للعبادة أو ملحق لدار العبادة. أنت عندك عقار وبحته لواحد اللي اشتراه ده هيعمله مسجد او كنيسه او ملحق للمسجد او الكنيسه او معبد، هذا البيع لا يجوز الاخذ فيه بالشفعه. دي نمره 3. طيب الامر الرابع من موانع الاخذ بالشفعه، ان العقار يكون موقوف. في عقار موقوف ويفترض ان في حته ارض او عقار جنبيه اتباع. العقار الموقوف ده، حته الارض او العقار اللي جنبيه اتباع، لا يجوز للعقار ده انه ياخذ بالشفعه، عشان العقار ده مش ملك. خلي بالك من شروط انك تاخذ بالشفعه ان تكون مالك للعقار ده. ما فيش عليه نزاع. لا، مالك للعقار يعني تكون مسجله في الشهر العقاري. يعني انت حضرتك لو انت عندك عقار وما سجلتوش في الشهر العقاري، خلاص ماشي، ما سجلتوش في الشهر العقاري، عملت عليه صحه توقيع مثلا، وفي حته ارض جنبيك او عقار جنبيك وهيتباع، انت مش مسجل العقد بتاعك في الشهر العقاري، وبالتالي لا يجوز انك تاخذ بالشفعه. عشان من شروط انك تاخذ بالشفعه لازم يكون العقد بتاعك او العقار بتاعك مملوك ليك والملكيه مسجله في الشهر العقاري. تمام.
يبقى كده زي ما قلت لحضرتك اربع موانع للاخذ بالشفعه. البيع بالمزاد العلني وفق الاجراءات الرسميه القانون، البيع بين الاصول والفروع والاخوه والاقارب حتى الدرجه الرابعه، تمام، وبالاسهار حتى الدرجه الثانيه. ثلاثه، ان العقار اتباع لجعله مدور للعباده او ملحق لدور العباده. اربعه، العقار الموقوف. تمام. دي موانع الاخذ بالشفعه. تمام. هل في محكمه معينه بيتم فيها رفع دعوى الشفعه ولا المحكمة اللي بترفع فيها دعوى الشفعة؟ المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. ما هو مش معقول عقار النهاردة مثلا في دائرة قسم مصر الجديدة هتروح ترفعها في أسيوط، بترفعها في نفس المحكمة اللي وقع في دائرتها العقار. تمام. تمام. يعني في نفس النطاق، في نفس المحكمة. المحكمة حسب قيمة العقار، جزئي في نصاب جزئي أو نصاب ابتدائي. بس في جميع الأحوال بيترفع قدام المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. هل الشفعة دي زي ما هم بيقولوا بتورث للأجيال ولا؟ تمام. هو الموضوع ده أن الشفعة تورث أو لا تورث كان محل اختلاف، ولكن محكمة النقض المصرية حكمت هذا الأمر بأن الشفعة تورث، وذلك استنادا الى مذهب بعض ائمه المذهب الحنفي. خدت بقى، وبالتالي ان الشفعه تورث. يعني بيفترض ان في واحد كان هياخد بالشفعه وتوفى، الورثه بتوعه بيكملوا الاجراءات وبياخدوا بالشفعه. تمام. تمام. ايه هي الاثار المترتبه على الشفعه؟ الاثار المترتبه على الشفعه بمجرد ان الشخص يقدم طلب الشفعة ويتحكم له في المحكمة بحقه في الشفعة، بيحل محل المشتري بجميع التزاماته، وبيكون الالتزامات دي ان هو ملتزم بدفع الثمن، باقي الثمن للبائع، ملتزم باستلام العقار المشفوع فيه وتسجيله. طبعا في التزامات برضو مقابلة للشخص البائع، التزام بعدم التعرض، التزام بضمان العيوب الخفية، التزام برضو على البائع بتسليم هذا العقار للشفيع اللي هو حل محل المشتري. تمام. تمام. أحيانا مشاكل الجيران بتعيق عمليات البيع، إزاي الشخص مننا يتغلب على مشاكل الجيران؟ وهل هنا بقى بيتم الأخذ مبدأ الشفعة في حالة إذا كان في خلاف بين الجار؟ إزاي يعني؟ مش فاهم يعني. يعني حضرتك معروف دائما إن أنا مثلا على خلاف مثلا بجاري اللي جنبي مني وهبيع عقاري، هل هنا برضو مبدأ الشفعة لازم هو جاري ده اللي ياخد مني العقار؟ تمام. حتى بالرغم إن أنا بيني وبينه قضايا وخلاف، طالما توفرت فيه شروط الشفعة. ما هو توفرت إزاي وأنا راجل مختلف معاه؟ ماشي، عايز تبيع لحد غريب. حتى لو بعت لحد غريب هياخد بالشفعة، هياخد بالشفعة الجار اللي انا على خلاف معاه، الجار اللي على خلاف. واحيانا ممكن انت تكتب ثمن باهظ في العقد عشان تعجزه انه ما ياخدش بالشفعة. ولكن في الحالة دي ممكن يودع الثمن اللي تم به البيع، الثمن التعجيزي اللي انت عامله عشان تعجزه انه ما ياخدش بالشفعة، بيودع الثمن التعجيزي ده خزنة المحكمة، وبعد كده بيثبت بكفة طرق الإثبات إن الثمن اللي أنت حطيته ده تعجيزه مش هو الثمن الحقيقي. ولو المحكمة ممكن تندب خبير وتحدد الثمن الحقيقي بتاع العقار ده، لو ثمن حقيقي واتضح إن فيه فرق ممكن يسترد. هو ده بيحصل على أرض الواقع أصلا؟ بيحصل. إزاي؟ بيحصل. أنا عمري ما شفتها حضرتك في تجارب وقعت كم حضرتك؟ طبعا طبعا بيحصل. طبعا. طالما زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد توفرت شروط الشفعه في هذا الشفيع، خدت البال حضرتك يجوز ان ياخذ بالشفعه. مش بمزاجك ده، بالقانون. يعني بالقانون للاسف هي الشفعه تعتبر قيد على حريه التعاقد. قيد على حريه التعاقد. خدت البال معليك؟ وبالتالي طالما توفرت في هذا الشخص الشروط اللي محددها القانون في الشفعه، يبقى بيجوز ان اخذ بالشفعه. خلي بال حضرتك برضو في الشفيع لازم فيه بعض الشروط. الشفيع ده هو اللي عايز ياخد منك بالشفعه، القانون اشترط بعض الشروط فيه. الشرط الاول ان هو يكون بالغ سن الرشد غير محجور عليه، كمل 21 سنه وعنده اهليه التصرف. لان الشفعه ده عمل من اعمال التصرف، وبالتالي عشان يكون بعمل من اعمال التصرف لازم يكون عنده اهليه التصرف. الامر الثاني، وممكن يكون قاصر،
الشافعي ده ممكن يكون عيل ما كملش 17 سنه 18 سنه، ولكن والده بصفته والد طبيعي بيقدم طلب الشفعه نيابه عن ابنه القاصر وبدون اذن المحكمه. في حاله عدم وجود الوالد الجد ممكن يقدم الطلب، ولكن باذن المحكمه. في حاله عدم وجود الوالد ولا الجد الوصي ممكن يقدم الطلب، طلب الاخذ بالشفعه، ولكن بعد برضه استئذان المحكمه. الشرط الثاني من شروط الشفيع ان ممكن الشفيع يكون ممنوع من الاخذ بالشفعه في ثلاث حالات. الشفيع ممنوع من اخذ بالشفعه في ثلاث حالات. ايه هم الثلاث حالات؟ الثلاث حالات بالنسبه للارض الزراعيه، لو الشفيع ده بيمتلك 100 فدان وهياخد ارض زراعيه بالشفعه ويترتب على انه ياخد الارض الزراعيه بالشفعه ان الملكيه بتاعته تزيد عن 100 فدان، لا يجوز الاخذ بالشفعه. وذلك وفقا لقانون الاصلاح الزراعي، قانون الاصلاح الزراعي محدد الملكيه بحوالي 100 فدان، لو الشفيع خد فدان ولا اتنين ولا ثلاثه ازيد من الحد الاقصى لا يجوز الاخذ بالشفعه. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان النائب اللي بينوب عن غيره في بيع مال الغير لا يجوز دي برضو ان ياخد بالشفعه. ده وفقا لنص الماده 479 من القانون المدني. تمام. الحاله الثالثه، الحاله الثالثه لا يجوز للقضاه ولا اعضاء النيابه العامه ولا المحامين ولا الكتبه في المحاكم ولا المحضرين ان يشتروا الحقوق المتنازع، كل الحقوق او بعضها المتنازع فيها، ولكن بشرط ان تكون الحقوق ديت او المتنازع فيها في نطاق المحكمه التي يعني اللي بيباشروا فيها اعمالهم. تمام. يعني العقارات المتنازع عليها لا تدخل، لا يجوز للمحامي، لا تدخل ضمن القائمه. حق متنازع عليه كمستشار او عضو نيابه او محامي او كتبه او محضرين لا يجوز ان يتعاملوا في هذه الحقوق كلها وبعضها طالما في نطاق المحكمه التي يباشرون فيها اعمالهم. ده برضو نص الماده 472 من القانون المدني. تمام. هل بيبقى في تلاعب في العقود في مثل هذا الموضوع؟ يعني ممكن صاحب العقار يتلاعب في العقد، ممكن يسجله لا ممكن يعني يعمل عقد بتاريخ ممكن يعني قديم، ممكن لا ممكن حضرتك البائع انت مش عايز تبيع لجارك وهتبيع لواحد تاني والعقار ده يساوي 500,000 وانت كتبت فيه مليون عشان تعجز الجار. زي ما قلت لحضرتك هو الجار عشان ياخد بالشفعه لازم يودع الثمن خزنه المحكمه قبل رفع الدعوه، حتى لو كان الثمن ده مبالغ فيه. الجار اللي هو عايز يشتري، الجار اللي عايز يشتري وانت عايز تعجزه عشان انت في خلافات بينك وبينه ماشي، هو هيدفع المبلغ اللي تم بيه اللي انت اعلنته بيه قلت له ده مليون وهو اساسا ما يساويش 500,000. في الحاله دي بيضطر يدفع المليون وبعد كده بيرفع بيحاول يثبت ان العقار ده او السعر ده تعجيز ومبالغ فيه وان ممكن يحلها، يطلب من المحكمه احالتها الخبير عشان تقدر المبلغ الحقيقي اللي تم بيه البيع. وفي الحاله دي ممكن يسترد لو كان في بقى في فروق يسترد بقى المبلغ. تمام. انا برضو بتكلم في النقطه، انا صاحب عقار وفي خلاف مع جاري. تمام. وعايز ابيع العقار ده لشخص، جالي شخص النهارده وهيشتري العقار النهارده، وانا جيت عملت عقد بتاريخ قديم قبل اللي هو يعني مثلا قبلها باربع شهور. انا بعت النهارده بس عامل تاريخ قديم اربع شهور. تمام. ازاي انا كجار اكتشف هذا التلاعب؟ تمام. ما هو قلت لك المواعيد مفتوحه بالنسبه للشفيع. طالما انا حضرتك من حضرتك انا عملت كل الاجراءات القانونيه، عملت التاريخ مؤرخ لمده اربع شهور. لا، حكايه الاربع شهور انت فهمتها غلط يا استاذ محمد. فهمتها غلط. انا بقول لحضرتك ان انت بعت الواحد. بعت الواحد، انت ما عملتوش انذار. ما عملتش انذار ماشي. وبعت الواحد، والواحد ده سجل عقده النهارده. ايوه. والتسجيل ده مش في 24 ساعه، ده التسجيل ده ممكن يقعد له 7 شهور 8 شهور او سنه. النهارده سجلت واستلمت العقد المسجل النهارده، مضى على واقعة التسجيل ده اربع شهور. خلاص ما يقدرش ياخد الشفيع العقار بالشفعه طالما مضى اربع شهور من يعني مش التسجيل. ملتزمه بالعقد. نعم. يعني مش شرط يكون معد على العقد الرسمي غير التسجيل. لا مش العقد. انت اشتريت النهارده ومشيت في اجراءات التسجيل والتسجيل خلص وتم والحمد لله وسجلت ومضى على التسجيل ده اربع شهور، خلاص ملوش حاجه عندك طالما مضى اربع شهور من تاريخ تسجيل العقد. لو حتى لو في قضايا بين الجيران بعضهم
تمام بياخد بيتم الاخذ في هذا الامر في القضايا ولا لا؟ يعني مثلا في قضايا طار بين الجيران وانا الجار ده عايز يشتري هذا الملكيه، كان نظام ان يعني معروف عاده في الصعيد ان انا عايز اتحكم فيك فهخش اشتري الملكيه بتاعتك، هل ده في حاله الطار بيتم الاخذ بالاعتبار بالرفض؟ ازاي يعني؟ مش فاهم يا استاذ محمد يعني ايه في حاله الطار. طب ناخد الاتصال من استاذ محمد اولا وبعدين نرد على السؤال ده. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسارك يا استاذ محمد. نعم استفسارك ايه؟ اتفضل. حضرتك دلوقتي انا في كان خلاف بسيط بيني وبين خلاف بسيط بيني وبين زوجتي، تمام؟ تمام. فطبعا انا اصطلحت انا وهي ما فيش مشكله، بس هي في ابوها، فطبعا اخوها كان في خلاف بيني وبينه فخلاها رفعت نفقه. تمام؟ تمام. النفقه دلوقتي طبعا انا بكلم مراتها عادي وما فيش اي مشكله خالص، بقدر الدكتور واجيب لها كل حاجه وبعت لها مصاريفها كلها، دول شهرين في بيت ابوها. فدلوقتي يوم ما رفعوا نفقه فالقاضي، انا رحت لما قمتش محامي فانا رحت دخلت بنفسي للقاضي وقلت له ما فيش اي خلاف بيني وبين مراتي وعلى اتصال ببعضينا، وببعت لها كل مصاريفها دول شهرين، ببعت لها كل مصاريفها وبقدر الدكتور وبجي العلاج وبجي كل حاجه. بس طبعا ايه اخوها ضغط عليه ان هي ما تتنزلش عن الايه؟ عن النفقه. تمام تمام. فكان المحامي بتاعهم طبعا ايه عمل حاجه اسمها اللي هي في زي الصلح كده او حاجه زي كده اللي هي بتبقى في مكتب المنازعات. فاتحفظت، فراح عمل ايه؟ فراح دخلت القاضي من الجلسه اللي فاتت الاسبوع اللي فات انا وهو، فالتسويه حاجه اسمها التسويه. تمام. فهو قال للقاضي ايه؟ طلب تسويه جديده عشان التسويه دي كانت اتحفظت. طب هي لسه الجلسه يوم 16/2 والتسويه 3/2. تمام. فقال انا يعني انا لو ما رحتش التسويه فيها مشكله ولا لازم انا اروح؟ تمام. المستشار بدر دلوقتي انا ببعت لمراتي الفلوس وببعت كل حاجه. انا دلوقتي يعني وهي عاوزاني وانا عاوزها، فانا دلوقتي مش عارف اتصرف بالظبط، اتصرف ازاي معاهم يعني؟ انا دلوقتي انا برضو مش فاهم الحته مش فاهم حضرتك الحته الاخيره، انت عايزها وهي عايزاك، طب ما ترجعوا لبعض، ايه اللي عقبه في كده يعني؟ اخوها ضغط عليها يعني، هي مش عارفه تاخد رايها قرارها في بيتها مع اخوها. هو يعني هو ازاي يعني؟ هو موضوع النفقه هي لو راحت يا استاذ محمد، هي لو راحت قدام القاضي وقالت انا مش رافعه قضيه الموضوع انتهى. ما انا هي راحت بقول لها تروحي، قالت لي انا ما اقدرش اروح لوحدي. لا معلش بقى، احنا هنوضح لحضرتك هل ممكن تحضر التسويه ولا لا، لو ما حضرتهاش هيحصل لك مشكله ولا لا، بس يعني خلي يعني الموضوع سهل جدا والموضوع في ايد زوجتك، طالما انتوا عايزين بعض الموضوع في ايد زوجتك. مشي له كلامه، هو عاوز يخليه عشان يبقى منظره العام قدام زمايلي ان هو رفع ايه نفقه. تمام تمام. عايز يبوظ صورته قدام. تمام هنوضح لحضرتك يا استاذ محمد. فهل اسمعني بقى حضرتك، اسمعني حضرتك من التليفون. هل النفقه دي فيها مشكله لو احنا اصطلحنا فيما بعد واتحكمنا بالنفقه فيها مشكله؟ لا لا لا، طب استاذ بدر هيوضح لحضرتك حالا دلوقتي. هو التسويه عباره لما بتيجي ترفع دعوه نفقه او خلعه او اي حاجه في نطاق الاسره بتعمل حاجه اسمها تسويه. التسويه دي بيحاولوا الاخصائيين الاجتماعيين اللي في المحكمه انه يقربوا وجهات النظر بين الزوج والزوجه، اي خلافات بيحاولوا يخلصوها. ما هو خلصت خلاص الموضوع انتهى ما خلصتش بيرفعوا القضيه بتروح للمحكمه وبتاخد اجراءاتها العاديه. خدت بال حضرتك؟ وبالتالي عدم حضوره برضه في التسويه مش هتفرق كتير، مش هتفرق. ولكن في جميع الاحوال يعني الموضوع اسهل مما تصور الاستاذ يعني. مش ما هو معنى كلامه انه اخوها اللي فرض، هو يعني الموضوع يعني مش صعب. وبالتالي يجوز التنازل او الصلح في اي وقت، ما فيهاش اي مشكله يعني. يجوز التنازل. انا برضه هرجع للسؤال اللي سالته حضرتك على موضوع الشفعه ده. انت قلت لي الطار في حاله الطار. ايه الطار؟ مال الطار ومال الشفعه؟ ما انا بيتي وجاري بيني وبينه طار. حلو. تمام تمام تمام. برضه ما القانون كده بيظلمني انا. انا عايز ابيع العقار بتاعي وفي جنبي جاري ده من حقه ان هو يستلم العقار. تمام. وانا بيني وبينه دم او بيننا وبينه طار. تمام. مش عايز اديله العقار. تمام. هو القانون ما نصش على موضوع الطار. هو القانون نص، ما هو لازم يبقى فيه يعني. يا استاذ محمد القانون المدني مش جار. ما جابش يا استاذ محمد القانون المدني ما جابش سيره الطار او انك في مشكله بينك وبين الجار ده. مش لازم احنا الراعي. قلنا حاجه احنا قلنا حاجه ان الشفعه لها شروط وشروط، بس حضرتك ما ذكرتش من ضمن الشروط دي اللي هي ان في خلافات بين الجيران او مشاكل. يا استاذ محمد في شروط وضعها القانون للشفيع، توفرت هذه الشروط بياخد حقه بالشفعه، ما توفرتش خلاص. هو في ممكن جزئيه
انك ما تبيعلوش العقار ده. أيوة. الجزئيه ايه هي أيوة بقى اللي في حاله توالي البيوع؟ انت بعت في انت بعت عقار، عايز تبيع عقار، بعته للمشتري. ماشي. المفترض هو المفروض يعمل يعمل لك انذار انه عايز ياخد بالشفعه. ولازم يسجل الانذار ده هو. تمام. لازم يسجل الانذار في الشهر عقار عشان يكون حجه على الغير. ما سجلش الانذار وجه المشتري اللي هو اشترى منك باع لواحد تاني، في هذه الحاله لو ما كانش الشفيع سجل هذا الانذار او اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في الشهر العقاري، يجوز ان يعني ما ينفعش ياخد منك انت، ياخد من المشتري الثاني. واحيانا المشتري الثاني ده يكون باع لاي حد من الاصول او الفروع او زوجته، وبالتالي يمتنع على هذا الجار ان ياخد بالشفعه في البيع الثاني. هو البيع الاولاني كده خلاص، طالما ما سجلش اعلان رغبه بالاخذ بالشفعه بياخد من البيع الثاني او المشتري الثاني وبشروط المشتري الثاني. وبالتالي اذا كان يمتنع عليه ان ياخذ من المشتري الثاني نظرا لان البيع الثاني تم لحد من قرايب المشتري الثاني، خلاص. تمام. يبقى انت خلعت منه بالقانون برضه. تمام. هناخد استاذ حسن معانا وبعدين نرجع نكمل كلامنا. اتفضل استاذ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسارك يا استاذ حسن. نعم. انا دلوقتي عندي 3 ولاد وامهم توفت. تمام. وبعد امهم ما توفت عندي الولد الكبير عنده 29 سنه مش عايز يتجوز، وعندي ولد تاني عنده غياب من الجيش ومرتبي، وكلهم قاعدين في البيت لا متجوزين ولا حاجه، ولا عندي واحده تخدمني ولا حاجه. طب سؤال حضرتك ايه؟ انا دلوقتي مرمي في بيت صغير، انا البيتين بتوعي عايز انقلهم في البيت الصغير، مش عارف كل ما اروح القسم لا حد عايز يعمل لي حاجه ولا محتاج، عايز انقلهم حتى في البيت الصغير واقعد في البيت الثاني. اقدر ان انا مثلا اشوف لي واحده تخدمني؟ انا عندي 57 سنه وعايز واحده. تمام. وعايز طبعا ان انا اشوف واحده تخدمني واسكن شقتين، لا باخد منهم حاجه ولا باخد منهم ايجار ولا باخد منهم اي حاجه. تمام يا استاذ حسن. شكرا حضرتك على الاتصال. خلافات اسريه طبيعي عاديا بينه وبين اولاده ومش عارف يتحكم فيهم، هل في اجراء قانوني بيتخذه ضد اولاده في حاله في هذا الموضوع؟ يعني بيقول لك عندي بيتين عايزين ان اولاده البيت تاني من منه. من حضرتك السؤال مش هو الكلام بتاعه مش واضح. هو مش واضح بس انا فهمت من معنى كلام. هو خلاف بينه وبين اولاده. هو راجل عايز يعيش حياته، راجل عايز يجيب حد يرعاه وهو عنده بيتين مش عارف ايه المشكله. ما هو المشكله اولاده واقفين عقبه له. لا ما يعمل لهم محضر. ما انا بقول لحضرتك الاجراء القانوني يعمل لهم محضر. عدم التعرض. وان هم يسيبوه في حاله. كده خلاص يعرف لكم دينكم وليا دين. لكم دينكم ولا دين. انا في سؤال من ساعه ما اتكلمنا فيه في موضوع الشفعه ده وانا عايز اساله لحضرتك. ايه هو؟ انت شايف ان القانون ده عادل؟ ولا محتاج لتعديل؟ لا يعني ما يعني ايه اللي عدم العدل اللي فيه يعني؟ انت شايف ايه؟ انا بسال حضرتك، حضرتك راجل القانون. لا بس انا مش راجل قانون، انا بسال حضرتك الجزئيه اللي انت حضرتك قايلاك. راجل قانون ان في مشاكل بينك وبين الراجل جارك ومش عايز تبيع له. في ناس حتى يعني لو العقار بتاعك بمليون جنيه وهو ياخده ب 10 مليون مش هتبيع له. في ناس كده. تمام. ما هو في برضه حل زي ما قلت لحضرتك. حل انك تبيع لواحد لمشتري والمشتري ده يبيع لحد لزوجته او لابنه، في هذه الحاله لا يجوز الاخذ بالشفعه. البيع بين الاصول والفروع هو مش ياخد منك انت. الشفعه مش هيطلبها منك انت عشان المشتري منك انت باع لواحد تاني، وبالتالي هياخد الشفعه من المشتري الثاني، والمشتري الثاني باع لحد من اصول او فروع او زوجته او اولاده او اقاربه حتى الدرجه الرابعه. بيمتنع لو تفتكر انا قلت لك من موانع الاخذ بالشفعه البيع الذي يتم بين الاصول والفروع والزوج والزوجه والاقارب حتى الدرجه الرابعه. برضه ما ردتش على نعم؟ ما ردتش على سؤالي اللي هو هل القانون بيحتاج لتعديل؟ على ما اعتقد لا مش محتاج لتعديل. هقول لحضرتك كان في ناس بتعمل زمان دعوه شفعه كيديه عشان يبتز البائع. كان يرفع دعوه الشفعه ويبتز البائع، مش هيتنازلوا عن دعوه الشفعه الا لما يقبض فلوس. القانون دلوقتي اشترط عشان ترفع دعوه الشفعه لازم تودع خزنه المحكمه قبل رفع الدعوه، يتم ايداع المبلغ اللي تم به البيع.
كل الثمن. البيع ده بمليون جنيه وفي مصاريف رسميه مثلا او رسوم تسجيل او حاجه زي كده 100,000، يبقى مليون و100. قبل رفع الدعوه لازم تكون اودعت المبلغ ده خزنه المحكمه. ده للقضاء على الدعاوى الكيديه، دعوى الشفعه الكيديه، عشان ما يبتزش البائع او المشتري. وبالتالي ده تعديل، ده حصل التعديل ده حصل قبل كده، كان بيرفع دعوى الشفعه من غير ما يودع الثمن، ودي كان دي دعوى كيديه بيبتز بيها كل من بائع والمشتري. يعني اتلغت الموضوع ده، يعني الشرط ده قلل من الدعاوى الكيديه. طبعا انت بعت الواحد وفي جارك عايز يغلس عليك، عايز يبتزك، يروح رافع دعوى شفعه من غير ما يودع الثمن. دلوقتي القانون اشترط قبل ما ترفع دعوى الشفعه لازم تودع خزنه المحكمه الثمن اللي تم به البيع والشراء، بالاضافه للمصاريف الرسميه لهذا العقد. ده قلل بنسبه كبيره من الحالات قضايا الشفعه الكيديه. حضرتك اتحدثت برضو عن الثمن، تمام، ان بد من ايداع الثمن، تمام. احيانا في موضوع البيع بيكون في تقسيط، تمام. هل المحكمه وضعت جزء من موضوع التقسيط ده، تمام، ولا انت بعت الواحد، المفترض انت بعت المشتري، مشتري، والمشتري ده اداك جزء والباقي تسهلت فيه لمده معينه. لو واحد هياخد بالشفعه الاجل او القسط اللي انت عملته للمشتري مش هيستفيد به الشفيع الا اذا الا برضا البائع اللي هو برضا حضرتك. وبالتالي المبلغ او الاجل اللي انت اجلته للمشتري مش هيستفيد به الشفيع الا برضا. تمام. يعني حته التقسيط ده لابد ان يكون هو البائع برضا البائع. برضا البائع، انت ليك واحد اشترى منك وانت مستريح له، والبيع تم بمليون، بقيت له نص مليون يدفعها بعد ست شهور بعد سنه. لو الشفيع طلب الشفعه لازم يدفع الثمن، الثمن كله ما فيهوش اجل او تقسيط، لازم يدفع الثمن كله اللي تم به البيع. مش هيستفيد من تقسيط الثمن الا برضا البائع. هل الانذار الشفوي اللي انا البائع الجار بيبلغ بيه جاره ان هو يبيع العقار معتدي بيه في المحكمه ولا لا؟ لازم انذار رسمي. هو القانون قال لك انذار رسمي والا كان باطلا. يعني الانذار الشفوي مش معترف بيه؟ الانذار الرسمي عن طريق المحكمه، ده الانذار ده عشان تقفل له الشفعه. عملت له انذار ومضى على الانذار ده 15 يوم من غير ما يرد او يطلب الاخذ بالشفعه، سقط حقه. وبالتالي الانذار القانون حدد طريق معين لازم تمشي فيه. ما اتخذتوش، يبقى بالنسبة لك يبقى الإنذار اللي انت او الإنذار الشفوي لا يحتد به، لازم تعمل إنذار رسمي عن طريق المحترين. هذا الإنذار هو اللي بيحتد به قانونا، وهو اللي بيقفل على الشفيع الشخص اللي هياخد بالشفعة المدة اللي المفترض ياخد يطلب فيها الأخذ بالشفعة. احنا برضو عايزين نتكلم عن سقوط الشفعة، تمام. هل في حالات بيتم فيها ما انا ذكرناها يا استاذ محمد، الحق في الشفعة، بتسقط الشفعة. الحالة الأولى إنك عملت له إنذار وبعد الإنذار ب 15 يوم ما ردش، تمام، سقط حقه. ما عملتلوش إنذار والمشتري سجل العقد بتاعه ومضى على التسجيل أربع شهور، برضه سقط حقه. بالنسبة برضه للشهر العقاري، تمام، التعديل الجديد طبعًا هيقضي على المشاكل دي ولا اللي هو وزير العقد بخصوصًا؟ لا، ده التعديل الجديد ده خاص بال صحة التوقيع. صحة التوقيع يعني معظم دلوقتي هيبقى صحه ونفاذ او تسجيل في الشهر العقاري، وهيربط لك تغيير المرافق، كهرباء، ميه، غاز، تليفونات، هيربطها بال انك تكون مقدم طلب او تسجيل في الشهر العقاري او دعوى صحه ونفاذ. ان هو شرط ايضا ان هو يتم الاعلان في نشر في احد الصحف القوميه اللي هو ايه؟ العقد قبل ما يتم التسجيل في شهر العقاري، على اساس لو في طعن، تمام، من احد على العقار او في نزاعات، بدل ما يتم التعرض للنصب، تمام. بس انا يعني انا ليه تعليق على الجزئيه بتاعت الصحه والنفاذ او التسجيل. ايه هو التعليق؟ هو لما بتيجي تعمل دعوه صحه التوقيع، الدعوه دي بتكلف كام يا استاذ محمد؟ او المحامي بياخد اتعابه فيها كام؟ 2000، 2000 ونص، 3، يعني في الرينج ده هو. والناس بتدفع بالعافيه. بالعافيه. طيب ما بالك التسجيل في الشهر العقاري؟ التسجيل في الشهر العقاري عشان تعمل تسجيل عقار او قطعه ارض في الشهر العقاري، اولا لازم تدفع المشتري عند طلب التسجيل يا استاذ محمد، تدفع 2.5% ضريبه التصرفات العقاريه، وتدفع فلوس مساحه، وتدفع تصديق نقابه المحامين،
كل الامور دي هتدفع. التسجيل دلوقتي ممكن يخشوا له في 30 40 الف جنيه. في بعض كتير من الناس ما مش المقدره بتاعتهم الماليه ما قدرش يعمل الكلام ده. وبالتالي يعني انا شايف المفترض ان في موضوع انك تغير او تربط ربط يعني تغير عشان تغير المرافق ميه او كهرباء تربطها بانك تعمل تقدم طلب تسجيل او صحه ونفاذ. دي فيها ارهاق لناس كثيره من الناس. دي وجهه نظري. تمام. في رسالات اخرى عايز توجهها في الموضوع ده؟ لا ابدا ما فيش اي حاجه. احنا نقول برضو النهارده بالنسبه 25 يناير عد في الشرطه ان صراحه انا يعني انا مش لاقي اي اسئله اسئله حضرتك في الموضوع. احنا يعني لمينا بيه من جميع الجوانب. الموضوع اتلم من جميع الجوانب وانا مش بصراحه مش شايف يعني اي سؤال تاني كل الامور ان انا اساله حضرتك في الموضوع لا ده. كل الامور والا كده هنكون بنكرر نفسنا. لا هو في سؤال انت ما سالتش الشفعاء مين. هو انت حضرتك حددهم حددهم هم الجيران. لا مش الجيران بس لا مش الجيران ده في خمس حالات خمس حالات للشفعة او الشفعاء خمس حالات. اولا مالك الرقبة. اذا مالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع الملابس له. نمرة اثنين الشريك على الشيوع. اذا تم بيع جزء من المال الشائع لاجنبي. تمام. ثلاثة مالك الرقبة في الحكر اذا بيع حق الحكر. اربعة الجار المالك اللي احنا اتكلمنا عنه في العقارات او في الارض الزراعيه. ده الشفعاء اللي حددهم القانون. تمام. احيانا بيبقى فيه بيلجأ في القرى او القرى بالتحديد بيبقى فيه جلسات عرفيه لحل هذه المشاكل. تمام. انت حضرتك مع الجلسات العرفيه دي ولا؟ والله لو الجلسات العرفيه هتحل المشكله ما فيش اي مانع. ولكن للاسف دلوقتي كان زمان الجلسات العرفية بتحل مشكلة ولكن دلوقتي حاليا ما فيش حد بيجبر لحد. وبالتالي معظم الناس بتلجأ ان تاخد حقها عن طريق المحكمة. ايه اللي غير الناس في هذا الموضوع؟ سبحان مغير الاحوال. ايه السبب يعني؟ سبحان مغير الاحوال. هل عدم الثقة؟ لا الامور الناس اتغيرت في كل حاجة. في المعاملة في كل حاجة متعلقة. يعني حتى في المعاملة زمان في المعاملات التجارية يا أستاذ محمد كنت ممكن تبقى الواحد 100,000 جنيه ومن غير لا شيك ولا كمبيالة ولا إيصال أمانة ولا أي حاجة خالص ويجيبها لك. دلوقتي أنت بتمضيه على شيك وإيصال أمانة وكمبيالة وعايز ينصب عليك. وعايز ينصب عليك. ما عادش كلمة الشرف اللي بتتقال. لا ما فيش كلام كلمة الشرف. للأسف دي كلمة الكلمة الأخيرة اللي حضرتك هتقولها وللأسف وقتنا خلص. ربنا يصلح الحال بأمر الله. ربنا يصلح الحال. في رسالة عايز توصلها بخصوص 25 يناير. كل سنة ومصر والمصريين ورجال القوات المسلحة والشرطة بخير ومصر في أمان واستقرار وأمن. كل سنة وحضراتكم طيبين بهذه المناسبة السعيدة بذكرى عيد الشرطة وذكرى 25 يناير ثورة 25 يناير. وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة. وبشكر في نهاية الحلقة الأستاذ بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. إن شاء الله انتظرونا الأربعاء القادم في نفس التوقيت وتصبحوا على خير.